أنا لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدين تمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي، وإلا فليدخر الدراهم اللي عنده ليدخرها للدين. الدين مهم يا إخوانا، الدين مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه، حتى إنه في يوم من الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه فخفى خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال الديناران عليه، فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يا رسول الله، فتقدم وصلى.